السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. ناس ما تشوفون اليوم رسمتنا بتكون حق غيث من برنامج قلبي اطمئن، وطبعا اكيد تعرفون شو معناته. يعني اسم غيث معناته ان المطر الغزير الذي يجلب الخير باذن الله ان شاء الله. بصراحة والله 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 صدق صدق البرنامج، قسم بالله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل نعمة أعطانا إياها الله، لأن صدق نحن في نعمة الحمد لله رب العالمين على كل حال. المهم، فرسمة اليوم أول شيء اقتبست من اسمه، سويت حركة المطر، وفي البداية ما كنت أريد أخلي هاي فكرة القلوب داخل قطرات المطر، لكن صدق والله يومية الخير يعني المطر يجي ويا كل شيء سبحان الله، فخذيت فيهن القلوب في قطرات المطر. ويمكن يمكن يمكن أكون بالغت في التلوين شوي حبة حبتين، لأني ما تشيك عليه بالتليفون شكله غامق شوي، ويوم رسمت إنني شكله واو ما أدري، يبغى يمكن أعدلها شوي، أرجع أعدلها، ماني سويت لها بوست في كل مكان، المهم برجع أعدلها إذا يبغالها تعديل. فالبرنامج ما شاء الله تبارك الرحمن وايد فنان بصراحة، يخلي الواحد يتذكر وين هو وين الناس الثانيين، مونيس يعني نطالع اللي فوقنا نشوف منو تحتنا بصراحة. فالحمد لله الحمد لله على كل نعمة، يا رب انك توفق الجميع يعني وتسهل على الجميع، لأن صدق يعني الله يوفق الجميع. والله صار وضع صدق 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 يعني الحمد لله، والله ما أعرف شو أعلق. المهم يعني تعرفوا في البداية كنت بسوي نفس الشروق، بعدين قلت لا، قلت أحسن ليل لأن الليل حلو، يعني ها جذي جذي في أفكار يعني كذا جالسة أفكر أسوي شيء أسوي شيء ما أدري، يا أحس شيء دي بل يمكن رجعت رسمت تمر إلا وأنت مرتين التلوين الثاني طلع أحسن عن التلوين الأول، لأن تعرفون أبغى أسوي شيء ما أريد أفكر في التلوين، بس أبغى ألونها بسرعة بس تيجي أوكي، وما في شيء وايد. يمكن استخدمت فرشاة حق المطر، لكن القطرات الكبيرة رسمتها من روحي وخذيت من ألوان الخلفية، وهذا هو النجوم شوي لعوزتني. بالعادة عندي أنا بصراحة صورة نجوم وايد فنانة، اكتشفت أنها مش موجودة، فاضطريت أني أسوي طريقة النجوم بالطريقة العادية، اني يعني اسويها من فرشات شي هال يسمونه الرش كذي، فطلعت حلوه يعني الحمد لله اخر شيء. ما كنت بطلع درب التبانه، لكن اختفى درب التبانه اخر شيء، قاعد يعني ابين اكثر بزاويه ثانيه، اعتقد اني غمقتها انا متاكده. المهم اول شيء اشكركم على حضوركم وجزاكم الله الف خير، واتمنى ان هالرسمه عجبتكم وشكرا، ولا تنسوا طبعا تسوي لنا لايك وفولو